وللنقاش أكثر حول صراع النفوذ بين أمريكا وإيران في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الصحفي العراقي حسين دلي. مرحبا بك معنا. حياكم الله أستاذ حسين. بحسب الاستخبارات الأمريكية فإن العراق سيكون ساحة للمعركة التي تستخدمها إيران لفرض سيطرتها. ما الأدوات التي تمتلكها إيران ولا تستطيع أمريكا السيطرة عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا على الاستضافة، تحياتي لجمهوركم الكريم. أعتقد أن إيران لديها وسائل وأدوات كثيرة، أولها الميليشيات الولائية والفصائل المسلحة التي تبلغ نحو 70 فصيلا، وعلى الأقل هناك 30-40 فصيلا منها ناشطا في الساحة العراقية، وهناك 15 فصيلا جديدة متفرعة عن هذه الفصائل تستهدف القواعد الأمريكية بصواريخ الكاتيوشا وحتى الصواريخ البالستية التي وصلت إلى قاعدة عين الأسد، وهناك أيضا الفصائل التي تستهدف الإمدادات الفلسطينية للقوات الأمريكية في العراق وبغداد، وهناك أيضا حكومة الكاظمي التي تتبع طريق التقديس. فقد رأينا اللي تعاهلت وغض النظر عن استهداف القواعد الأمريكية، فحكومة الكاظمي جعلت أذرعها في العراق. نعم أستاذ حسين، أعتذر منك، هناك خلل في الصوت من المصدر على ما يبدو، يعني أرجو أن يكون الصوت أفضل في الإجابة عن السؤال التالي. في الحقيقة السؤال الآن يدور عن محاولة أمريكا أو استطاعة أمريكا في تحجيم نفوذ الميليشيات ميليشيات إيران في العراق من خلال شراكات مع حكومة الكاظمي كما جرى الحديث عنها في الحوار الاستراتيجي، هل تتوقع ذلك؟ أعتقد أولاً هل الصوت الآن أحسن؟ يعني نوعاً ما. طيب، أعتقد أن الحوار الاستراتيجي الذي انطلق منذ العام الماضي لم يحدث اختراقاً كبيراً، والولايات المتحدة تحاول عبر إطالة أمد هذا الحوار الاستراتيجي الحصول على بعض مناطق النفوذ في العراق، وتحاول تحجيم دور الميليشيات ونفوذ إيران في العراق، لكن هذه المحاولات نستطيع القول أنها باءت بالفشل. فالنفوذ الإيراني ازداد بصورة طردية، خصوصا بعد ثورة تشرين، وما يمكن أن يقال أن ثورة تشرين لم تحقق أهدافها بالنظر إلى إطلاق أيدي الميليشيات في استهداف هذه الثورة وناشطيها وتهجير الكثير منهم إلى خارج العراق. وبنفس الوقت هذه الميليشيات الآن تسيطر على كثير من المفاصل في الدولة العراقية، وحتى الميزانية الحكومية لعام 2021 استطاعت هذه الميليشيات والأحزاب الداعمة لها وعلى رأسها التحالف فتح في ضم أكثر من 30,000 عنصر برواتبهم إلى هذه الميزانية، وهذا يؤكد أن الحوار الاستراتيجي لم ينجح في لجم تطلعات هذه الفصائل وأذرع إيران، كما أن الهجمات على القواعد الأمريكية وعلى الإمدادات اللوجستية للقوات الأمريكية في جنوب العراق وما حول بغداد ازدادت بصورة مضطردة خلال الأسابيع الأخيرة. فلذلك يمكن القول أن الحوار الاستراتيجي والتعويل على حكومة الكاظمي في إحداث تغيير حقيقي في المشهد والساحة العراقية لم يؤتي أكله ولم يحقق ثمرته المنشودة، إذ أن النفوذ الإيراني كما قلت يزداد، بل رأينا أن وفق التقديرات العسكرية لكثير من مراكز البحث المتابعة أن طهران استطاعت تزويد ميليشياتها في العراق بأسلحة جديدة وطائرات مسيرة، وسمعنا كثيرا عن اتهامات لفصائل الحشد بأنها قصفت شركة أرامكو السعودية قبل بضعة أشهر بطائرات مسيرة، كما أنها تسيطر على المناطق الحدودية مع السعودية ومع وهذا يعكس عدم جدية أمريكا في محاربة تلك الميليشيات. على كل الأحوال سيد حسين، إلى سؤالنا الآخر حول ما قالته صحيفة ذا إيكونومست الأمريكية التي قالت بأن مقتدى الصدر يبدل مواقفه بسرعة ويريد التحالف مع أمريكا، هل تعتقد أن الصدر يطرح نفسه بديلا عن الكاظمي؟
يعني في البداية ما قالته الإيكونوميست ليس دقيقا بالضرورة، وقد لا يتطابق يعني تماما مع المشهد والساحة العراقية، لكن هناك شيء من الحقيقة في أن التيار الصدري يحاول تقديم نفسه على أنه حزب يستطيع قيادة الحكومة العراقية في الفترة المقبلة، ويحاول الاستفادة من الزخم الذي يمتلكه في الشارع العراقي وقوة ميليشياته على الأرض، كما أنه يحظى بدعم بعض الدول الإقليمية التي تحاول تقويته أمام نفوذ الفصائل الولائية المرتبطة بإيران تماما. إذ نعرف أن مقتدى الصدر يتهم كثير من هذه الفصائل بأنها ميليشيات وقحة، فهناك تنافس حقيقي على الساحة العراقية، كما أن مقتدى الصدر يحاول هذه المرة الدخول علانية على مشهد المناصب والوزارات والحكومة العراقية، وشاهدنا كثيرا من المرتبطين به سواء نواب برلمان أو محللين يعتقدون أن التيار الصدري ربما يحقق اختراقا كبيرا في الانتخابات المقبلة والحصول على ما يقرب من 100 مقعد نيابي، لكن هذا الحقيقة بعيد عن الواقع، والتيار الصدري يمر بفترة أزمة وشعبيته تنخفض بالنظر شكرا. لقوات ميليشياته بعد ثورة تشرين وملاحقتها وقتلها للناشطين. شكرا لك أستاذ حسين دلي، الكاتب الصحفي من إسطنبول.